أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متابعتها لاستدامة توفر السلع الأساسية في مملكة البحرين في ظل التطورات العالمية، حيث أن مملكة البحرين تتمتع بمخزون كاف من السلع الضرورية في مختلف المواسم، وذلك استجابة لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع في مختلف الظروف. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير أستاذ انتصار، وفي البداية يعني بودنا التعرف على جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في توفير المواد الغذائية خاصة القمح في ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية. مساء الخير عليكم جميعاً. طبعا تلعب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دور كبير في توفير المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ولا يعتبر طبعا موضوع الأمن الغذائي قضية وطنية على مستوى البحرين، وإنما هي قضية عالمية تهم جميع اقتصادات العالم، خصوصا في ظل المتغيرات السريعة والمستمرة. ونحب نطمئن المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أن رغم الظروف اللي شهدتها مملكة البحرين فترة الجائحة خلال العامين الماضيين، إلا أن الأسواق المحلية لم تشهد أي نقص في مخزونها الغذائي ولو حتى ليوم واحد، وأن جميع المحال التجارية كانت تبيع المواد الاستهلاكية وكانت تحتوي على جميع الأصناف اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين والمقيمين. وفيما يخص الأزمة الحالية بين كل من روسيا وأوكرانيا، تود الوزارة أن تأكد على أن إدارة حماية المستهلك لها دور في تحصيل البيانات المتعلقة بمستويات الاستهلاك والمخزون الغذائي لقائمة من السلع الاستراتيجية المهمة اللي تقدر بأكثر من 55 منتج استهلاكي، من أهمها الرز، البقوليات، اللحم، الدجاج، بعض أصناف الفواكه والخضروات، وكذلك القمح. ونأكد على أن القمح يتم استيراده من مختلف بلدان العالم المنتجة للمحصول القمح مثل الهند وسريلانكا وألمانيا والمملكة المتحدة وأوغندا إلى جانب أوكرانيا وروسيا. نعم. لكن المحصول الأكبر يتم استيراده من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ انصار، يعني مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يعني بودنا الوقوف على جهود الوزارة في القيام بالحملات التفتيشية للتأكد من عدم رفع الأسعار. نعم، إدارة التفتيش بالوزارة تكثف بشكل سنوي الرقابة على الأسواق والمحال التجارية قبل شهر رمضان المبارك، تتأكد فيه من وفرة المنتجات وصحة الحملات الترويجية وعدم التلاعب في الأسعار أو حتى الغش التجاري، وتتفاعل إدارة التفتيش مع جميع المناسبات والمواسم والأعياد اللي تنشط فيها الحركة التجارية وفق خطة سنوية ممنهجة وبحسب آخر المستجدات اللي تطرأ على السوق المحلية. نعم، المهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.